ادي المسقعه اهي، بص تحفه، ريحتها تحفه، حلوه قوي قوي قوي، جربوها هتعجبكم جدا بجد. لو عجبكم الفيديو بقى كده هو تشجعوني اكتر واكتر، وسبسكرايب بقى وكلمتين حلوين في كومنت كده ولايك، ومع وصفات ماجي حسن. اشوفكم على خير، الى اللقاء، تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الفل عليكم، صباح الهنا. خلاص ان شاء الله كده فاضل النهاردة وبكرة بإذن الله كده، ونشوف بقى رمضان بإذن الله بعد بكرة، العيد، الوقفة. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب كده يكون أيام مفترجة علينا ويشيل عنا الوباء يا رب، اللهم أمين. النهاردة هعمل يعتبر مسقعة بطريقة جديدة، بحيث ان انا ما اشربهاش زيت، مش عايزة زيت. فتابعوني لاخر الفيديو هيعجبكم قوي، ونشوفه مع بعض باذن الله. كل اللي انا هعمله ان انا هقشر البتنجانيه وهقطعها وهوريها لكم، وهعمل اللحمه يا دوب هبشر عليها بصل واحط شويه خضره واعملها زي الكفته، تمام. وهشوفوا كل حاجه معايا. انا هنا عملت البتنجان بالطول كده، ويبقى رفيع مش تخين، يعني معقول عشان اعرف الفه، اهو شايفينه ده بالطول ده كده. انا عايزه البتنجانه تبقى طويله اهو كده. وانا هنا عملت اللحمه بشرت بصله يعني معقوله حلوه، وعليها بقدونس وملحته وكله، الكفته بقت كفته عندي اهي. فهنشوف هنعمل ايه. انا هنا بسخن الجريل على النار، يدوب بس هدهنه فرشه زيت كده، هي التشويحه دي بس عشان يطرى معايا واعرف الفه. طبعا هي الفرشة يا دوب بس ما فيهاش زيت، بس ايه اهو كده.
وبعد ما اخدت البتنجان على الجريل اللي بالشكل ده هوت اهو كده، وعملت هنا اللحمه عباره عن وحدات كفته كده صغيره. هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. اللي انا هعمله اهو كده، كل اللي انا هعمله ان انا هلف البتنجانية كده مع اللحمة، وهرصص في الصينية معايا كده. هرصص كده جنب بعضه كده. اهو بالمنظر ده كده. هل اسهل من كده؟ مفيش يعني. نعمل كم واحدة كمان. عشان كده قلت لكم عايزه البتنجانيه تبقى طويله عشان تتلف معايا. احط كده. طبعا هعمل لها صلصه بتومه واحطها عليها. اهي كده بقت ايه مسقعة عندي من غير زيت، مقلي خفيفة اهو. هوريكم بس القالب انا ايه رصيت ازاي، وهكمل انا بعد كده اهو. اهو شايفين المنظر اهو كده. هكمل ونشوفها وانا بحط، او اوريها لكم قبل ما احط الصلصة على بعضيها. اهو ده القالب بتاعنا بعد ما خلص اهو. مخدش ايه يعني، مخدش حاجة معايا اهو. كل اللي عايزة ان انا احط الصلصة بالتومة ان شاء الله دلوقتي، وهتشوفوها معايا وانا بحطها وهندخلها الفرن. انا هنا عملت تومة، احط عليها شوية صلصة مش عايزة صلصة كتير عشان الحر بقى الحر طبعا من هنا بيحبش الصلصة كتير. شوية ملح كده صغيرين. فلفل. شوية كزبرة ناشفة. هي متسبكة الطماطم بس انا بديها بس ايه برضو
كده بس شويه ميه صغيرين كده بالتومه كده. هتغلي واخدها احطها على البتنجان على طول. انا هنا كده هحط الصلصه بتاعتنا الخفيفه، مش عايزاها تبقى تقيله زي ما قلت لكم عشان الحر. يدوب تاخد شويه في الفرن كده واطلعها احط عليها جبن. حلوه قوي كده، كفايه جدا. اهي يا دوب هتاخد ايه في الفرن اهي كده. احس ان هي خلاص الصلصه بدات تقل فيها كده، هروح جايه حاطه الجبن وهقعد نشوفها في الاخر وتقولوا لي ايه رايكم. هي كده جميله جدا، لا فيها زيوت كتير ولا يعني كل الكلام ده كله كده، مش واخد نقول معلقه زيت كبيره لان كنت بحط بالفرشه طبعا. فالطبق ده كده الصينيه دي كده واخده معلقه زيت، ندخلها الفرن بقى ونشوف مع بعض ان شاء الله.